الجيش السوري يبدأ الآن عملية عسكرية واسعة من أجل تنظيف النصف الثاني من حي جوبر. بعد مواكبتنا لسيطرة الجيش على نصف جوبر، الآن بدأت عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لاستكمال تنظيف المتبقي من الحي. الهدف منها إحكام الطوق أكثر على المسلحين ومحاصرتهم. بدأت العمليات جوبر مثل ما شايفين، طبعاً على محورين، محور دوار البرلمان وصلنا على دوار البرلمان وسيطرنا عليه، محور ثاني هلا وصلنا مثل ما صورتوا على دوار المناشير، كتلة موسيقى ومتابعين باتجاه نفق حرمل. وصلنا الجزء المتبقي من دوار المناشر. ساحة حرب حقيقية، خطوط تماس أولى، اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش السوري ومسلحين أغلبهم من جنسيات غير سورية، ولا وجود مطلقا لمدنيين في المنطقة الذين غادروها من فترة ليست بالقريبة. الجيش يستهدف تجمعات المسلحين في نهاية دوار المناشر في استكمال لعملياته العسكرية في جوبر. مسلحين من كافة الجنسيات، في شيشان، في أفغانستان، في مصريين، في سودانيين، في سعوديين، كافة الجنسيات شفنا نحن جثث قتلى إليهم موجودين، أضف لأنه في تخطيط إليهم طبعا، تخطيط جبهة نصرة واضح معالمه وأعلام من ورايات على وجودنا على المقاتلين الموجودين بالمنطقة. مصادر عسكرية مطلعة أخبرتنا عن وجود دشمة تطابق في تصميمها دشمة إسرائيلية تم اكتشافها بعد حرب 73 في تل الشعار في القنيطرة، ما يدل على ارتباط المجموعات المسلحة بأجهزة الكيان الإسرائيلي في هذا المكان. جوبر تعتبر رأس حربة للمجموعات المسلحة الآتية من جميع مناطق الريف، ومع استكمال العملية كما هي مخطط لها يتبقى أمام الجيش نفق حرملة المتاخم للمتحلق الجنوبي الشريان الرئيسي للعاصمة دمشق لتعلن المنطقة بالكامل منطقة آمنة. من جوبر دارين فضل، العالم.